هو مش هياخد وقت مننا يعني. وفي مرة بقى هتبقى بقى مجمعة أو هنسجل فيها، اللي هو هيبقى باقي الجزء العملي. المفروض يعني هتبقى موجودة معاكم الأسبوع ده. أنا عرفت إن مش لاقيين مواعيد يعني مناسبة لينا، فلو مفيش مواعيد هتبقى هتتسجل يعني وتتبعت لكم. انتوا شايفين معايا الشيت؟ مسجلناش صح؟ اه تمام، انا بدأت التسجيل بره. أول سؤال على الـ evaluation بيسأل على الـ يعني إيه روك والـ AUC واختصارهم والـ contribution matrix. تمام، هنبدأ نشرح الجزء ده الأول. إيه اللي تعرفوه عن الـ روك والـ AUC أو الـ area under the curve؟ أول جزء في السؤال هو عايز اختصار الـ روك والـ AUC. باشمهندسين تعرفوا عنهم ايه؟ الاول كده احنا خدنا عامة اي ماشين ليرنينج بما فيهم النيورال نتورك. تمام، بتبقى عايزين في الاخر نعمل لها ايفالويشن، نقيمها، نشوف هل الماشين ليرنينج اللي احنا عملناه ده كويس ولا لا، اتعلم كويس ولا لا، هيعرف في المستقبل يتوقع الاجابات صح ولا لا. تمام، فاحنا شغالين عن نيورال نتورك اللي هي سوبرفايزد. ففي الجزء بتاع السوبرفايزد دوت انا ببقى عارفه السؤال واجابته في جزء التريننج. تمام، بيبقى داخل لي الانبوت معايا الانبوت وعارفه المفروض الاوتبوت بتاعه هيكون ايه، وببدا اعمل تريننج على الجزء ده. انا بعد ما بخلص التريننج عايز اعمل ايفالويشن، تقييم بقى للليرنينج اللي انا عملته او نيورال نتورك بالنسبه لنا هنا اللي انا عملتها. تمام، وعشان اتوقع بعد كده اشوف الاكيورسي او الكفاءه بتاعتها هتبقى ايه. فطبيعي الاكيورسي بتاع اي حاجه ايه، ان انا هشوف كام واحد عملته صح وكام واحد عملته غلط، وهم عددهم كلهم قد ايه. يعني لو انا عندي 100 انبوت مثلا، عرفت احل بس 50 منهم يبقى انا الاكيورسي بتاعتي 50%، عرفت احل 90 منهم يبقى انا الاكيورسي بتاعتي 90%. ده التقييم كده ايه المبدئي اللي هو الاكيورسي. تمام، مشكلة الاكيورسي دي ايه؟ اللي هي بتفرقش، لو الامبالانس داتا بتبقى في مشكلة. الامبالانس داتا. تمام، الامبالانس داتا اللي هي ايه يعني الامبالانس ايه؟ داتا يعني انا عندي مثلا الكلاس، انا مش جايب من كل كلاس نفس الـ الداتا اللي عامل عليها بريدكشن. انا جايب مثلا من كلاس اعلى من الثاني، فهو مثلا لو قالهم كلهم ان هم في كلاس ايه، وانا خدت من كلاس ايه مثلا 99 انستنس، وخدت من كلاس بي انستنس واحده، فانا كده عندي الاكيرسي 99% مع ان انا ما عملتش من كلاس بي ولا بريدكشن صح. تمام، يبقى الانبالانس داتا دي مشكله اصلا عندي في الداتا. يعني مثلا زي لما بييجوا يفرقوا مثلا ما بين مرض مثلا معين، مثلا فبياخدوا الجينات بتاعت ناس اصحاء وناس مرضى، فبتبقى نسبه المرضى اقل. يعني انا بيبقى عندي مثلا الجينات بتاع 1000 واحد ما عندهمش المرض ده، بس بالنسبه اللي عندهم المرض ده مثلا مش عندي غير 10. تمام، فكده كده الداتا عندي اصلا فيها، مش انا اللي واخد كميه صغيره، الداتا اصلا عندي فيها مشكله. انا ما عنديش بيانات كتير عن مرضى، عن المرضى بالمرض الفلاني اللي انا عايزه اعمل فيه كلاسيفيكيشن. تمام، فالنسبه طبيعي هتبقى اقل من عدد الناس الاصحاء اللي انا اعرفهم. فالامبالانس داتا ده بيعمل المشكله دي. يعني زي ما انت بتقول كده، لو انا عندي 100، لو هم كل التريننج 100، 90 مثلا منهم ما عندهمش المرض ده و10 بس اللي عندهم، فانا لو صنفت انه كله ما عندوش هتطلع الكفاءه عندي 90%. 90% كويس، بس انا اصلا ما عرفتش اصلا اي حاجه عن المرض ولا عرفت اعمل ليرنينج عن اي حاجه. انا صنفت انه كله كويس وخلاص، بس علشان نسبه الاصحاء اكبر فطلعت عندي الاكيورسي عالي. دي مشكله. المشكلة إن هو ممكن برضو يطلع لي مثلا إن الأكيورسي 50%، بس ما قاليش المشكلة فين. هل المشكلة إن أنا بعمل كله صح مثلا،
ان انا بحط كله في بصنفه في كلاس معين، ولا المشكله ان انا مش عارفه اقرا الكلاس التاني، يعني مش بيحدد لي فين المشكله. حتى لو الاكيورسي قالت لي ان في مشكله، يعني طلعت نسبتها مش كويسه، برضو ما بعرفش المشكله عندي فين وانا غلطت في ايه عشان اصلحه، ما بتحددليش ده. تمام؟ فعشان الاكيورسي مش بتديني اجابات واضحه عن الليرنينج اللي انا عملته دوت، ايه الاخطاء فيه ايه، ولو في اصلا مشكله في الانبوت داتا زي الانبالانس داتا، لو انا عندي اصلا الداتا انبالانس مش بتعرف تحلها، فاحنا بدانا ندخل نستخدم حاجه اللي هي الكونفيوشن ماتريكس. الكونفيوشن ماتريكس اللي هي بالشكل ده، انا عندي لو انا في باينري كلاسيفيكيشن فانا عندي اتنين كلاس اللي هو بسميهم مثلا كلاس بوزيتيف وكلاس نيجاتيف. تمام؟ الكلاس اللي هو هيطلع بواحد والكلاس الثاني اللي بيطلع بزيرو، وانا بعمل بريدكشن طلع اتنين كلاسز برضو، الواحد والزيرو او النيجاتيف والبوزيتيف. تمام؟ بيطلع عندي الماتريكس دي. الترو بوزيتيف ده اللي هي النسبه اللي المفروض كانت تطلع بكلاس واحد وانا طلعتها فعلا كلاس واحد. تمام؟ الفولس بوزيتيف دي اللي انا طلعته في كلاس واحد بس هو المفروض كان تبع كلاس زيرو. تمام؟ الترو نيجاتيف اللي انا طلعت كلاس زيرو وهو في كلاس زيرو. تمام؟ والفولس نيجاتيف اللي انا طلعته في كلاس زيرو وهو المفروض كان يطلع كلاس واحد. ومن النسبه بتاعت الماتريكس دي، او اللي هو الترو نيجاتيف والفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف والترو بوزيتيف، بحسب شويه الحاجات دي، الريكول او السنسيتيفيتي، ودي نسبه الترو بوزيتيف بالنسبه للنسبه اللي المفروض كلها كانت تطلع بوزيتيف، يعني ترو بوزيتيف على ترو بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف. ونسبه الفولس بوزيتيف اللي هي نسبه الفولس بوزيتيف على الفولس بوزيتيف ترو، والسبيسيفيستي اللي هي ترو نيجاتيف على ترو نيجاتيف زائد الفولس بوزيتيف. النسبه ان انا طلعتها ترو نيجاتيف، تمام، من اللي المفروض كنت اطلعه كله ترو نيجاتيف، من المفروض اللي انا كنت اطلعه كله نيجاتيف. وفي الاخر الاكيورسي هي نسبه الصح على كل، على مجموع الداتا اللي عندي كلها، الصح اللي عندي اللي هو ترو نيجاتيف زائد الترو بوزيتيف على عدد الداتا كله اللي هو ترو نيجاتيف زائد الفولس بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف زائد، والايرور هو الواحد ناقص الاكيورسي. تمام؟ دول الخمسه ماتريكس اللي احنا بنطلعهم او نقدر نقيسهم من الكونفيوشن ماتريكس. في حاجات تانية بس هما دول اللي احنا مستخدمينهم دلوقتي. من النسبه بتاعت الكونفيوشن ماتريكس دي بقدر احسب حاجه اسمها الروك كيرف. الروك كيرف هو نسبه الترو بوزيتيف، هو رسم الترو بوزيتيف مع الترو يا الرسمه مش باينه عندكم صح، نسبه الفولس بوزيتيف مع الترو بوزيتيف. تمام؟ الفولس بوزيتيف اللي هو بيبقى في محور اكس، والترو نيجاتيف الترو بوزيتيف معلش الترو بوزيتيف اللي هو في محور واي. برسم الاثنين دول مع بعض بيطلع لي كيرف، الكيرف ده بسميه الروك كيرف اللي هو الريسيفر اوبريتنج كاركترستيك. الاي يو سي اللي هي الاريا اندر ذا كيرف، دي عمليه حسابيه اللي هي الاريا اندر ذا كيرف، المساحه تحت اي كيرف. انا هنا بعمل المساحه الاريا اندر ذا روك كيرف، بجيب المساحه اندر ذا روك كيرف. لو المساحه دي بواحد يعني واخده كلها كده كانت هتبقى كلها كانها خط مستقيم، تمام، ما فيهاش كيرف، فدي معناها ان الاكيورسي عندي هنا كده ايه، او الاريا اندر ذا كيرف بواحد، يعني ايه واصله لنسبه 100%. طب لو الاريا اندر ذا كيرف رسمه زي دي كده بسبعه من عشره، دي معناها ان انا عندي 70% ان انا اعمل ايه القدره، او 70% فرصه ان انا اقدر افرق ما بين التو كلاسز اللي عندي اللي هما البوزيتيف والنيجاتيف. يبقى انا هنا بقيس الاكيورسي مش بالنسبة اللي أنا صنفته صح على كل الداتا اللي عندي، أنا هنا هقيس الأكيورسي بالأريا أندر ذا روك كيرف. والروك ده برسمه مع عن طريق إن أنا برسم الفولس بوزيتيف مع الترو بوزيتيف.
تمام، واضح الطرق بتاع الـ evaluation، accuracy، الـ area under the curve، الـ rock curve، الـ convolution matrix، تمام. السؤال الأولاني كله نظري، يعني إيه اختصار الـ rock والـ area under the curve وبستخدمهم في إيه، وعايز الكلام ده بالتفاصيل يعني. ده سؤال هو نظري ودي إجابته. السؤال التاني عن طريق الـ convolution matrix، هو مدي لك النسب بتاعها، عايز يحسب الـ accuracy والـ recall والـ specificity والـ error، تمام. احنا قلنا هنا بسبب العيوب بتاعت الاكيوروسي ابتديت اعمل اللي هي الكمبيوشن ماتريكس وبطلع منها النسب دي. هو هنا عايز الاكيوروسي هي الترو بوزيتيف زائد الترو نيجاتيف على الترو بوزيتيف زائد الفولس بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف زائد الترو بوزيتيف. فمن هنا هي 16 زائد 31 على 16 زائد 2 زائد 4 زائد 31، هتطلع بالنسبة دي. تاني حاجة عايز يحسبها الريكول. الريكول أو السنسيتيفيتي اللي هي ترو بوزيتيف ريت، هي نسبة ترو بوزيتيف بالنسبة للمفروض كنت كله أصنفه بوزيتيف، يعني ترو بوزيتيف على ترو بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف، تمام. فدي هتبقى 31 على 31 زائد 4. السبيسيفيستي هي الترو نيجاتيف على الترو نيجاتيف زائد الفولس بوزيتيف، يعني النسبة اللي أنا المفروض كنت أطلعها نيجاتيف اللي أنا طلعتها نيجاتيف وهي صح على المفروض كنت كله أصنفه نيجاتيف، فهي 16 على 16 زائد 2. وآخر حاجة الايرور ريت اللي هو 1 ناقص الأكيورسي. السؤالين دول فيهم أي مشكلة؟ أو لو جالكوا أي سؤال ليه علاقة بالإيفاليويشن عشان في حاجة مش واضحة، أنتوا معايا؟ سامعيني؟ مع حضرتك يا باشمهندس. معاك يا باشمهندس. سامعين يعني؟ ايوه. اول جزء في الشيء. تاني جزء بيتكلم على السيلف اورجانيزيشن ماب اللي هي الاس او ام. برضو كده ايه اللي تعرفوه عن الاس او ام؟ حد يعرف حاجه عنها؟ حد عارف تشتغل ازاي؟ نتورك المفروض ان انا بقسمها بحيث النيورونز قريبه من بعض، بيبقوا لهم نفس الصفات يعني، او بيعملوا كلاسيفيكيشن لحاجات قريبه من بعض. تمام، ده الاوتبوت. طب طريقه الكونكشن ما بينها ازاي بين الانبوت والاوتبوت؟ هو الانبوت متوصل بكل نيورون في الاوتبوت. تمام، حد عنده اي كلمة سؤال؟ الباشمهندس بيتكلم صحيح. الفكرة هنا ان احنا عايزين نحط كل الكلاسز او صفاتها متقاربة، هيبقى ليهم ايه؟ في نفس المكان، في نفس الدايمنشن. هي الاوتبوت بيبقى عبارة عن 1 دايمنشن او 2 دايمنشن زي الرسمة اللي هي موجودة دي، تمام؟ وبيبقى كل الانبوت اللي عندي متوصلين كلهم فولي كونكتد بالاوتبوت. الاوتبوت ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن الكلاسز اللي ممكن اقدر اعمل لها كلاسترنج. كلاسز لو انا عندي 5 كلاسز فانا هيكون عندي في الاوتبوت 5 نيورون، تمام. طريقة الليرنينج بتاعها هو الطريقة اللي هي اللي بنسميها الطريقة التنافسية. هو كل انبوت بنقارن الانبوت اللي داخل بالكونكشن بتاعه بالاوتبوت عشان نشوف هو اقرب لانه اوتبوت، اقرب لانه ايه كلاس، مين فيهم الاوتبوت اللي هيفوز اللي هيبقى وينر. فدايما في اوتبوت واحد هو اللي بيتعمل له فاير او هو اللي بيبقى ده شغال او هو دوت اللي فاز، تمام. وبما انهم ان انا كل النيورونز اللي جنب بعض بيبقى ليهم صفات قريبه من بعض، فالمفروض النيبر للويننج دولت برضه بيفوزوا بس بنسبة أقل، تمام؟ لكن اللي بيتعمل له فاير هو واحد بس، نيورون واحد بس. هناخد مثال بأرقام عشان نتخيل الموضوع أكتر. دي شبكة كده مبسطة للـ SOM. لو أنا عندي الأوتبوت عبارة عن one dimension، تمام؟ الانبوت بيبقى واخد الأرقام اللي هي من X لغاية XN، تمام؟ وبسميه الـ I. هنا هديله الرمز I، X1، X2، X لغاية XN. والاوتبوت هو عدد الكلاسترز اللي عندي من واحد لغايه ام، تمام. وكل انبوت بيتوصل بكل الايه
الاوت فولي كونكتد. فاول حاجه علشان احل بالاس او ام، اول حاجه ان انا هعمل انيشياليزيشن لكل الويت، احط قيم راندوم لكل الويتس اللي عندي تمام، وكمان قيمه راندوم للايه للليرنينج ريت تمام. يبقى هحط قيم راندوم للويتس وللليرنينج ريت، دي الخطوه الابتدائيه كده. تاني حاجه ببدا احسب الديستانس، المسافه الفعليه تمام ما بين الانبوت والاوتبوت، ما بين الانبوت وكل كلاستر. اللي هيبقى اقل مسافه هو دوت اللي هيبقى الويننج، هو دوت الكلاستر اللي هيفوز. ببدا عن طريق الكلاستر اللي فاز دوت ابدا اعدل الويتس بتاعته. تمام، دي الخطوات بصوره عامه. لو خدنا مثال هنا عايز يعمل كونستراكت الاس او ام، هتعمل كلاستر للفيكتورز دي، دي الفيكتورز او القيم بتاعه الاكسات. اول مره اكس هتدخل ب 0 0 1 1، ثاني مره اكس هتبقى قيمتها 1 0 0 0، ثالث مره الاكس قيمتها 0 1 1 0 0 0 0 1. دي القيم اللي هعمل لها، هعمل بيها التريننج. تمام، النمبر اوف كلاسترز 2، وهو فارض ان الليرنينج ريت بنص. فانا من الارقام، من القيم بتاعه الانبوت فيكتورز عرفت ان انا عندي كام انبوت، 4، كل انبوت فيه 4 قيم، يبقى انا عدد الان عندي 4، وهو قال لي عدد الكلاستر 2. يبقى هتبقى شبكه فيها 4 انبوت من اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4، وفيها 2 كلاستر واي 1 واي 2، وهتبقى فولي كونكت. دي الويتس اللي المفروض عايزه اطلع قيمها بالتريننج بتاع القيم دي. فانا هبدا اول خطوه احط قيم ابتدائيه للدبليو وللليرنينج ريت، هو مديني الليرنينج ريت بنص، يبقى ناقص ان انا احط القيم الابتدائيه تمام للدبليو. انا حطيت القيم دي، اي قيم راندوم دي القيم اللي انا ابتديت بيها تمام، والليرنينج ريت هو محدده لي. لو مش مدهوني برضه هحط اي قيمه راندوم ما بين الصفر والواحد. تمام، دي اول خطوه. تاني خطوه بقى هبدا احسب الديستانس. بحسب الديستانس ازاي؟ بجيب اول انبوت، اول انبوت عندي كان الفيكتور بتاعه او قيمه 0 0 1 1، يعني اكس 1 ب 0 اكس 2 ب 0 اكس 3 ب 1 اكس 4 ب 1 تمام. هبدا احسب المسافه الفعليه بالاكليديانس ديس، احسبها ما بين ايه وايه، احسبها ما بين كل كلاستر. يعني هاخد الكلاستر الاولاني واحسب الفرق ما بين الدبليو تمام، واطرحها من قيم الاكس. يعني هعمل 2 من 10 ناقص 0 تربيع، زائد 4 من 10 ناقص 0 تربيع، زائد 6 من 10 ناقص 1 تربيع، زائد 8 من 10 ناقص 1 تربيع، واشوف المسافه دي او الديستانس الاولانيه بتاعت الكلاستر الاولاني بناء على بعد الويتس اللي انا فرضتها راندوم من الانبوت اللي داخلي تمام. طلع 4 من 10. لما جيت حسبت الديستانس بتاعت الكلاستر الثاني، 9 من 10 ناقص 0 تربيع، زائد 7 من 10 ناقص 0 تربيع، زائد 5 من 10 ناقص 0 تربيع، زائد 3 من 10 ناقص 5 من 10 ناقص 1 تربيع، زائد 3 من 10 ناقص 1 تربيع، طلعت ب 2 و 4 من 100. المسافه الاقرب، المفروض المسافه كده الاقرب كام؟ ال 4 من 10 ولا ال 2 و 4 من 100؟ الأربعة من عشرة. تمام، الأربعة من عشرة. هو الجذر مهم هنا؟ إيه؟ هو الجذر مهم هنا وأنا بجيب الـ Euclidean Distance؟ لا. إيه هنا بقى شفت، لقيت إن المسافة بتاعت دي واحد أقل من المسافة دي اتنين، فيبقى كده مين الويننج اللي عندي؟ واي واحد. بما إن هما اتنين بس، فأنا مش هعمل حساب للنيبر يعني. هو يا ده هيفوز يا ده هيفوز وخلاص. فانا هنا الويننج عندي واي واحد، هبدا اعدل في ايه؟ في الويتس بتاعت واي واحد، اللي هي دبليو واحد واحد، دبليو اتنين واحد، دبليو تلاته واحد، دبليو اربعه واحد، اللي هو الكولوم ده، وهسيب الكولوم ده زي ما هو تمام. طب التعديل دوت، او بجيب الدبليو اللي النيو دبليو اي جي دي ازاي؟ انا الجي عندي اللي هو رقم الكلاستر،
فانا هعدل دبليو اي 1 كلها، دبليو 1 1، دبليو 1 2، دبليو 2 3 1، دبليو 4 1، دي 4 1. اعدلها ازاي؟ بجيب الدبليو القديمه واجمع عليها الليرنينج ريت واطرح قيمه الاكس ناقص قيمه الدبليو القديمه. فاول مره دبليو 1 1 الجديده هتبقى ايه؟ 2 من 10 القيمه القديمه زائد النص في الزيرو اللي هي قيمه الاكس ناقص الاثنين من عشرة، تمام؟ دبليو اثنين واحد أربعة من عشرة زائد النص في زيرو ناقص الأربعة من عشرة، دبليو ثلاثة واحد هي الستة من عشرة زائد نص واحد ناقص الستة من عشرة، ودبليو أربعة واحد، أربعة واحد تمانية من عشرة زائد نص في واحد ناقص تمانية من عشرة. يبقى دي قيم ال دبليو آي واحد الجديدة. فهيبقى شكل الماتريكس الجديدة عندي إيه؟ واحد من عشرة، اتنين من عشرة، 8 من 10 9 من 10، والكولوم ده زي ما هو، نزلته زي ما هو، الكولوم الثاني اللي هو بتاع واي 2. ده كده بالنسبه للاوتبوت الاولاني، الاوتبوت فيكتور الاولاني، الانبوت فيكتور الاولاني اللي هو 0 0 1 1. المفروض الكلام دوت ايه؟ هيتكرر مع الفيكتور الثاني اللي هو 1 0 0 0. هبتدي احسب الفرق ما بين الفيكتور ده، تمام، وما بين الويتس بتاعت واي واحد والويتس بتاعت واي اتنين، واشوف مين الويننج، والويننج هو اللي هعدل في القيم بتاعته، وبعدين ادخل الانبوت فيكتور الرابع التالت والرابع وهكذا على حسب عدد الانبوتس اللي عندي. وفي كل مره هدخل فيكتور انبوت فيكتور جديد احسب الفرق ما بينه وما بين الويت ماتريكس واعدل واشوف مين الويننج واعدل في الويتس بتاعه. تمام، واضح كده الـ SOM بتشتغل ازاي؟ هو باشمهندس مش ممكن يجيب كذا نيورون في الـ Output ويطلب منه يعدل الـ Neighbors برضو؟ اه، لو هو مدي لك نسبة التعديل بتاعة الـ Neighbors. اه، يعني نسبة التعديل؟ يعني هيقول لك مثلا ان الـ Learning Rate بتاع الـ Winning نص، ولو كان جنبه مثلا على طول Neighbor ليه مباشرة هيبقى مثلا 2 من 10. يعني هو هيقولك، يعني هيقولها ولا انا احسبها جوشن زي ما هي في المحاضره؟ هيقولها، لو هو عايز يحسب النيبر هيحدد لك ان انت دخل في حساباتك النيبر وهتدخلهم بحساب بليرنينج ريت قد ايه. ما هو مش هيتعدل بنفس الطريقه، مش هيتعدل أنا عارف. بس انا قلت، انا افتكرت ان انا هعوض في الجوشن عشان اجيب التعديل بتاعه. لا، هو بقى لو هو حدد لك، لو قال لك عوض في معادله معينه او كده يعني. بس هو عامه لما بتيجي مساله زي دي، عشان هي اصلا بتبقى حساباتها رخمه، هي بسيطه بس حساباتها رخمه، هتقعد تحسب حاجات كتير يعني. فغالبا مش بيبقى بيحسب النيور النيبر، لان برضو هيجيب لك اوتبوت اخره هيبقى مثلا في الاوتبوت 2 او 3. فدايما مش بتدخل معانا احنا حسابات، الا بقى لو انت عاملين برنامج بقى فلازم ندخل معانا حسابات النيبر وهتتحسب انه معادله والكلام ده كله. لكن لو مساله في امتحان مش هتيجي فيها اعتقد يعني. لكن انت المفروض تكون عارف النيبر بيتحسب ازاي. لما بتيجي في الامتحان بتبقى متحدده زي ما انا بقول لك كده، اللي هو الوينر مثلا هيبقى الليرنينج ريت بتاعه نص، النيبر هيبقى مثلا واحد من عشره وخلاص، اللي هو الفيرست نيبر دي اقصى حاجه. تمام. تمام، نبدا بقى نشوف نكمل الشيت. عندنا برضو في الشيت سؤالين على الـ SOM. السؤال التاني A و B. السؤال التاني مدينا السمبل وبدأ يسأل عليها شوية أسئلة كده. هنا لحد هنا الأول. السيلف اورجانيزيشن ماب اللي احنا شايفينها دي عبارة عن كام انبوت وكام اوتبوت؟ واحد اتنين تلاتة دولت عدد الانبوتس، تمام، والA والB والC والD والE دولت الاوتبوت. ده عرفته من اتجاه الأسهم. هنا أول سؤال أو أول فقرة فيه كده: How many input nodes does this SOM have؟ فيها كام input؟ ثلاثة. أحس
بس في حد قاعد معايا بدل ما انا حاسه بكلم نفسي كده. How many output nodes does this SOM have؟ كام output عندي؟ A و B و C و D و E؟ 5. تمام. The input to an SOM can be represented by a point in an M dimension. تمام؟ الـ input بمثله في M dimension space. How many dimensions are in the space that this SOM is analyzing؟ فيها كام dimension للـ input؟ عندي كام input؟ لسه قايلين عندي 3 input. تمام؟ يبقى أنا عندي 3 dimensional space. هو حتى شرحها الـ M dimension هي الـ M بتمثلي عدد الـ input، وأنا عايز أعرف هي كام dimension اللي هو الـ M dimension. تمام؟ وعدد الـ input عندي 3، يبقى أنا عندي 3 dimension اللي هما الـ X1 والـ X2 والـ X3 اللي هما بيمثلوا لي الـ features اللي أنا هدخلها كـ input. الدنيا تمام يعني. How many weights does each of the output nodes have؟ كل output node ليها كام weight؟ لا output node ليها كام weight؟ 3. كل output node ليها 3 weights، يبقى كل output يكون ليها نفس عدد الـ inputs. كل output weight بيبقى ليه 3 اللي هما ال W1 وال W2 وال W3، علشان ال input عندي 3 يبقى بعدد ال input. The output nodes are organized in a lattice. How many dimension does the output lattice of this SOM have؟ الشكل النهائي بتاع ال output احنا قلنا بيبقى بشكل 1 dimension أو 2 dimension. الشكل ده 1 dimension ولا 2 dimension؟ الشكل اللي قدامي ده ده 1 dimension. يبقى اللاتس هنا 1 dimension. هما ازاي؟ How many output nodes can fire simultaneously؟ واحد بس. الاوتبوت نود اللي كان بيفاير اللي هو الويننج نود بيبقى ويننج نود واحد بس، ما يبقاش أكتر من كده. It is important what value the output node send when it fire. مهم عندي بالنسبة لي في الـ SOM إن الـ node دي هتفاير بكام؟ الـ output بتاعها كام؟ ولا المهم عندي إن دي الـ output node، إن دي الـ winning node؟ بقيمة الويننج نود ولا بهتم بالويننج نود ذات نفسها ايا كان قيمتها؟ لا انا عرفت ان هي الويننج نود صح، بس انا يهمني ان دي الويننج نود، ما يهمنيش قيمتها كام. فهنا انا مش بهتم انه في الاس او ام المهم مين الاوتبوت نود اللي كان فاير، مين اللي هتفاير او مين اللي هتبقى ويننج. Is there any limit on how many data points اللي هي الـ input pattern this SOM can analyze؟ يهمني هيدخل لي كم input pattern؟ يعني إيه input pattern؟ داتا مختلفة يعني؟ الـ input pattern يعني هنا مثلا عندي الـ input 3 input، فمعنى كده مثلا دخلت 0 0 1 ده input pattern الاولاني، 1 0 0 ده الانبوت pattern الثاني اللي هي الايه القيم بتاعه الانبوتس. انا هدخل كام مره الانبوتس اللي هو عدد التريننج داتا مثلا او عدد الداتا اللي انا اقدر اعمل لها ايه اقدر اعمل لها تفرق معايا قد ايه هم عددهم كام، ولا يفرق معايا ان هم في كل مره لازم يكونوا 3 مثلا دايمنشن هنا بس، لكن هم كام واحده كام باتر يفرق هنا؟ لا ما يفرقش.
يفرقش معايا، هيفرقش انا هدخل كام مره، لكن يفرق كل مره انا بدخل كام دايمنشن. ماشي، يبقى مفيش ليميت عندي في عدد الباترنز اللي ممكن تدخل للاس او ام. هنا هاو ميني كلاستر كان ذس اس او ام ديتكت، كام كلاستر تقدر تعملهم ديتكشن، كان عندي كام، الاوتبوت فيه كام، الاي والبي والسي والدي والاي اللي هما خمسة كلاستر. يبقى انا اقصى حاجة اقدر اعمل لها كلاسترنج هنا كام؟ خمسة. هنا بيقول لو دي هي الوينر ايه اللي في الاوتبوت، ايه اللي immediate neighbor ليهم، لو الويننج هي الدي، لو الويننج الدي الاميديت النيبر هنا كام، مين ومين؟ ايه بقى سي وإي؟ ايوه كنت هتقوله سي والإي. في حد تاني يا باشمهندس معانا؟ باشمهندسين مع حضرتك يا باشمهندس. واثق الاسئله النهارده بسيطه ايه؟ ده السؤال التاني في الشيت، بيقول بناء على الرسمه اللي كانت عندك اللي هي اللي كان فيها 3 انبوت وخمسة اوتبوت، تمام، خمسة كلاستر اوتبوت وثلاثة انبوت، هيستخدمها في ان هو هيصنف ما بين خمس اصناف من الاير بلان، تمام، لكل اير بلان هيدخل لها 3 بارامترز اللي هما السايز والسبيد والباسنجر لود اللي هما عدد الركاب والسرعه والحجم، تمام، وبناء على الثلاث قيم دول هحدد هي انه واحده من الخمسه كلاسترز دول. الويتس بتاعها، الويتس بتاع كل كلاستر اتحدد هنا، ويت واحد لو الانبوت الاولاني مع الكلاستر الاولاني 3 والانبوت الاول مع الكلاستر الثاني 5 والانبوت الاول مع الكلاستر الثالث 1 والانبوت الاول مع الكلاستر الرابع 2 وهكذا، تمام، يبقى دي الويت ماتريكس بتاعي، هو عمل لها تريننج ودي الويت ماتريكس اللي طلع. Each of the three parameters is assessed on a scale from 1 to 5. كل بارامتر منهم ليه سكيل من 1 ل 5. كل بارامتر اللي هم السايز، يعني اقل سايز هيتمثل بواحد واكبر سايز هيتمثل بخمسه. والسرعه برضو نفس الحكايه، لو عندي اقل سرعه هتبقى قيمتها بواحد، اعلى سرعه للطياره هي 5. عدد الركاب لو هي صغيره اصغر طياره اللي هي هتاخد مثلا واحد او اتنين هيبقى عددهم واحد. اقصى لود للطياره هيبقى قيمته 5، تمام. وادالك مثال السمول اير بلان هاف سايز 1، الهيوج اير بلان هتبقى السايز بتاعها 5. كل بلان بتمثل بثلاثه دايمنشن، الثلاثه دايمنشن فيكتور اللي هم الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3، تمام. عايز بقى يتجاوب على شويه الاسئله دي. هاو ميني تايبس اوف plans can this SOM classify، هتقدر تصنف ما بين كام نوع من الطيارات؟ خمسة يا باشمهندسين، أصنف ما بين خمس أنواع. هنا أقدر أصنف أقصى حاجة أقدر أصنفها هي 5، ممكن أصنف أقل من 5، تمام، يبقى الماكسيمم بتاعي هنا 5 أنواع. Which node will be the winner if a vector represent a fighter jet is fit into the input. الفايتر جيت دي هتبقى السايز بتاعها قد ايه؟ طيارات جيت الحربية السايز بتاعها بيبقى ايه؟ كبير قوي ولا صغير قوي ولا متوقعين السايز بتاع الفايتر جيت هيبقى ايه؟ كبير. صغير. طيارات الحربية اللي غالبا هيبقى فيها واحد او اتنين بس اللي راكبينها، والمفروض ان هي يبقى يعني عمليه تمويه وما تبانش وبتاع، فالمفروض حجمها صغير، تمام، فالمفروض السايز هياخد واحد اللي هو حجم الصغير. طب سرعتها خمسه اكبر خمسة. اكبر حاجه فنحط لها 5، تمام. عدد الركاب اللي فيها أقل حاجة، هتاخد أقل عدد ركاب اللي هو 1،
فالمفروض الدايمنشن بتاعها دوت هياخد ايه قيم 1 5 1. فارجع كده للكلاستر للماتريكس اللي عندي، لو 1 5 1 يبقى مين اللي هيفوز هنا، ال A ولا ال B ولا C ولا D ولا ال E؟ السي. السي هي اللي هتفوز لان قيمها 1 5 1. تمام، يبقى ببدأ انا هنا بشوف الفايتر جيت المفروض ان السايز بتاعها يبقى اصغر حاجة، السرعة هتبقى اعلى حاجة، وعدد الركاب اقل حاجة. يبقى لما حطيت القيم بتاعتها بواحد خمسة واحد، اقرب كلاستر ليها هو السي اللي ليه نفس القيم. تمام، طب لو عايزة بقى هنا في السؤال اللي بعديها عايز يمثل اللي هي الجامبو باسنجر جيت، اللي طيارة الركاب الجامبو من اسمها يعني. طيارة ركاب وحجمها جامبو، يبقى السايز بتاعها ايه؟ يبقى 5 5 5. تمام، والسرعة هي مش أسرع حاجة بس برضو مش أبطأ حاجة. لا تمام، ممكن أحطها 3 أو 2، هي حاجة كده في النص صح؟ تمام، وعدد الركاب 5 5. عندي 5 و3 أو 2 و5، مين أقرب حاجة ليها هنا؟ هيبقى إيه؟ إيه 5 و2 و5. هو حضرتها 5 و2 و5 والأقرب ليها هي الإي. هنا بيقول لو عايزين نغير الديزاين بتاع الـ SOM بتاعتنا دي، إن هي تاخد 2 كمان باراميترز، يعني هي كانت بتاخد 3 هتزود عليهم 2 كمان، البرايس والكونسيوم الكونسومشن بتاع الوقود الفيول. تمام، إيه اللي إحنا هنحتاجه إن إحنا نغيره في الـ SOM دي لو أنا زودت 2 باراميتر كمان؟ هزود كده عدد الويتس اللي هتبقى متوصله بالاوت، زود عدد الويتس هيبقى انا عندي 5 باراميتر. تمام، يبقى كل كلاستر ليه كام ويت، ليه 5 ويتس بدل ما كان ليه 3 ويتس. تمام، والدايمنشن بتاع الانبوت بدل ما هو كان 3 دايمنشن هيبقى ايه 5 دايمنشن. بيقول ينفع الـ SOM اللي قدامنا دي أستخدمها في إن أنا أبدأ أصنف ما بين الشيبس، بدل ما أنا بصنف ما بين الطيارات هصنف السفن بنفس الـ Input Parameter اللي هما السايز وال كانت إيه؟ السرعة والحجم وعدد الركاب، أستخدم الثلاثة باراميترز دول في إن أنا أصنف ما بين أنواع السفن. بدل ما تبقى أنواع طيارات تبقى أنواع السفن، ينفع؟ ممكن نفسه. ممكن، فممكن ده مش يعني هي بالظبط هتبقى هي هياها، ولا برضو لأ مش هينفع. فهو الإجابة دايما هتبقى اللي هي إيه؟ الاتنين. هي هتنفع مبدئيا، هينفع إن أنا أستخدم الإنبوتس دولك في التصنيف ما بين السفن. تمام، بس برضو أنا ممكن أزود فيتشرز تانية أو أغير فيها شوية فيتشرز. تمام، فهي الإجابة كده إيه؟ هي إجابة غالباً إجابة سؤال زي دوت بتبقى رأيك، يعني أنت وضح رأيك أياً كان، هتقول أو لأ، بس هي مش هينفع كده هاخدها زي ما هي بالظبط، ولا برضو هينفع لأ خالص ده ما تنفعش. هي عارفين كده إجابة هي تمشي. تمام؟ وبرضو ده سؤال للرأي، فأياً كان رأيك المهم توضحه. بس دي برضو أسئلة مقالية مش هتيجي كده في الامتحان. ده السؤال التاني في الشيت، الفقرتين دول A و B. الـ SOM كده
فيها اي حاجه مش مفهومه، ايا كان هتيجي بقى مساله او هتيجي اسئله زي ديت، هي غالبا هتيجي مسائل زي اللي في الشيت كده، هيبقى رسمه يعني وهيدي لك عليها شويه اسئله، غالبا برضو هتبقى ايه اختياريه، مش هتبقى اسئله مقاليه كده. فايا كان شكل النتورك بتاعه الاس او ام تقدروا تطلعوا منها الدايمنشن بتاعها، وال والاوتبوت سبيس هيبقى شكله عامل ازاي، والويتس عددها كام، وبتتغير. معلش يا باشمهندس، مش عارف دايمنشنز تاني اللي هي الانبوت والاوتبوت. الانبوت، الانبوت دوت عدد الانبوت هو عدد الدايمنشن بتاعه الدايمنشن الانبوت سبيس، تمام؟ يعني لما بيكون عندي 4 انبوت هيبقى الدايمنشن بتاع الاس او ام دوت كام؟ 4 دايمنشن. في الاوتبوت بيبقى عندي اللاتس اللي هي الاوتبوت متنظم ازاي، بشكل 1 دايمنشن شكل عمود كده، ولا في شكل 2 دايمنشن اللي هو الشكل ده، كانت الشكل ده، ده كده الاوتبوت اللاتس بتاعي 2 دايمنشن، تمام؟ لكن ده اللي انا رسمه ده اللاتس بتاعي 1 دايمنشن. تمام. الويتس بيبقى عدد الويتس لكل اوتبوت او لكل كلاستر بيساوي عدد الانبوتس اللي هو عدد الدايمنشن انبوت سبيس بتاعي. لو انا عندي ام او هنا ان، هيبقى لكل كلاستر ان ويتس. تمام. من هنا من المساله اللي احنا عملناها، انا بحسب المسافه الفرق ما بين الويتس وما بين الانبوت، تمام؟ والكلاستر اللي بيبقى ويننج هو اللي مسافته اقل، اقل مسافه ما بين الويتس وما بين الانبوت. فانا بشوف الويتس بتاع الكلاستر الاولاني واطرح الويتس بتوعه من الانبوت، تمام؟ واشوف الديستانس بتاعهم قد ايه، والكلاستر الثاني برضو بشوف الويتس بتوعه واطرحها من الانبوت واشوف الديستانس بتاعته قد ايه، والديستانس الاقل هي ديت اللي بتبقى الويننج. لو انا في مرحله التريننج، فالويننج دوت هيبدا يعدل، الويننج بس هو اللي هيعدل في الويتس بتاعه، تمام؟ ده في مرحله التريننج. تمام يا باشمهندسين؟ اه تمام، شكرا يا باشمهندس. انا اصلا الجزء بتاع الاوتو كونتور اوتو انكودر، في الاوتو انكودر السؤال بس بتاعه في اشرح ايه هو او اوصف الاوتو الاوتو انكودر، تمام، وحط الابلكيشن بتاعته. هو سؤال نظري يعني، من الاخر عايزين ايه نشرح او نتكلم عن الاوتو انكودر. ايه الاوتو انكودر؟ بعد ان انا عندي داتا معينه بحاول اخليها دايمنشن اقل، وبعد كده بعمل لها اكستراكت تاني للداتا الاصليه. تمام. انا بضغط داتا معينه، وغالبا الاوتو انكودر بيتعامل مع صور، تمام؟ بيضغط صوره لحجم صغير وبعد كده بيرجع يعمل لها ايه، ديكودر، او يفك الشفره بتاعتها، يرجعها تاني من الحجم الصغير اللي انا عملتها ضغطته فيها ويرجعها لنفس الحجم بتاعها، تمام؟ عشان كده بقول ان الاوتو انكودر هو unsupervised. ليه unsupervised؟ لاني مش محتاجه هنا اعرف الاوتبوت، لان الاوتبوت هو الانبوت. انا الاوتو انكودر هيعمل ايه؟ هياخد داتا او هياخد صوره يضغطها وبعدين يرجعها تاني لنفس الصوره، فبقى الاوتبوت هو الانبوت الصوره، والاوتبوت هو نفس الدايمنشن او هو نفس الصوره، فانا مش محتاجه اعرف الاوتبوت، تمام؟ فعشان كده هي تعتبر من الـ unsupervised، أو بيسموها self-supervised. self-supervised يعني هي بنفسها بتعرف الأوتبوت المفروض يكون إيه، الأوتبوت المفروض يكون الإنبوت، فهي بتحط إن الأوتبوت المفروض هيبقى الإنبوت، تمام؟ فهنا في التريننج داتا بديها مجموعة من الإنبوتس بس من غير ما أديها أوتبوت بتاعهم، بتقلل لي الدايمنشن بتاع غالبا بتاع الانبوت اللي هو بيبقى على شكل صور، هو الشكل الانسب او المناسب اكتر او اللي بيستخدم اكتر مع الاوتو انكودر هي الصور،
هي نوع من أنواع النيورال نتورك اللي بيكون فيه الإنبوت هو هو نفس الأوبوت، نفس الدايمنشن بتاعه. بتتقسم لجزئين، الإنكودر والديكودر. الإنكودر اللي هو بياخد الإنبوت ويعمل يضغطه لغاية ما يوصله للإيه؟ للجزء اللي هو المضغوط أو أقل سايز، وبعد كده بيدخل على الديكودر اللي بيرجعه تاني للإيه؟ للأوبوت بتاعي. تمام؟ والاثنين دولت بيبقوا طريقه الكونكشن ما بين كل لاير والثانيه بتبقى فولي كونكتد. ده الشكل بتاع الاوتو انكودر. الابلكيشن بتاعته ايه؟ بيشيل النويز من على الصور. لما بدخل صوره فيها نويز وادخلها على الانكودر تمام واضغطها لحجم صغير، اجي اعمل لها ديكودر. لما بعمل لها ديكودر بتتفك تاني وبترجع الصوره من غير النويز. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه تلوين الصور. لو انا عايزه اعيد تلوين الصور بضغطها وبرجعها تاني لصور ملونه، بترجع نفس الصوره بس بايه؟ فيها الوان. في حاجه كمان اللي هي اللي بيشيل العلامات المائيه. تمام، ما حطيتهاش هنا. دول ثلاثه او اشهر ثلاثه ابلكيشن للاوتو انكودر. الاوتو انكودر عامه عليكم كده يعني ايه نظري، فلو هيجي لكم اسئله برضو اختياري على النظري بتاعه، هو مثلا يعتبر سوبرفايز ولا ان سوبرفايزد، عدد الانبوت عنده بيساوي عدد الاوتبوت ولا لا، شويه اسئله من كده يعني. فمفهوم الفكره بتاعه الاوتو انكودر. تمام. حد عنده سؤال في الجزء الاجزاء الثلاث اجزاء دولت في النظري بتاعهم؟ أنا كده خلصت أو خلصنا عامة الجزء النظري اللي في المنهج كله يعني.